السلام عليكم شباب. تذكرون في رحلة البحث عن إبداعك ذكرت اختبار الـ MBTI كأحد الأدوات. اليوم جبنا لكم خبير الـ MBTI. معانا اليوم العزيز محمد الشهراني. محمد ممارس معتمد Certified Practitioner في اختبار الـ MBTI. وش يطلع الـ MBTI؟ التفاصيل عنده. السلام عليكم محمد، منورنا اليوم. عليكم السلام ورحمة الله، لي شرف يا دكتور وأطلع في سنابك اليوم ونتكلم عن MBTI بإذن الله. شاكرين لك. MBTI هي اختصار لكلمة مايرز بريك تايب انديكيتر أو مؤشر أنماط الشخصية بحسب تصنيف مايرز وبريك. إحنا كبشر بيننا اختلافات في الشخصية، نشوف مثلا أنتو كمان فيكم اختلافات، هذا ما تفسره أنماط الشخصية أو اختبارات أنماط. المايرز بريج هو اختبار الأنماط الشخصية يقيس الناس وتفضيلات الناس على 4 تفرعات هشرحها في السنابات التالية. التفرع الأول E or I، هل أنت منفتح أو منطوي؟ منفتح اجتماعي تحب تقابل الناس، منطوي منغلق تحب تكون لوحدك عادة. التفرع الثاني يقيس كيف أنت تفهم المعلومات الجديدة، هل أنت حسي sensing تستخدم حاستك الخمسة ولا حسي تستخدم تخيلك وعقلك intuition. التفرع الثالث يقيس أنت كيف تتخذ قراراتك وكيف تتأثر قراراتك، هل أنت عاطفي feeling أو عقلي ومنطقي thinking. التفرع الرابع كيف تتعامل مع العالم والناس من حولك، هل أنت جي صارم أو أنك بي perceiving متساهل. في المحصلة النهائية راح يطلع لنا 16 نمط مختلف. الاختلافات هذه حسب النشاط، حسب اتخاذ القرارات هو عاطفي ولا منطقي، حسب كيف يفهم المعلومات الجديدة هو حسي ولا حدسي، حسب هو صارم أو متساهل. طيب بسطها لنا شوي وعطنا مثال يوضح الموضوع. طبعا من الصعب أنه نغطي الموضوع كامل في سناب، لكن راح أحاول أخذ واحد من الأنماط وأشرحه بالتفصيل بإذن الله. لو أخذنا مثلا نمط الشخصية ESFJ اجتماعي حسي عاطفي صارم. نمط الشخصية هذا الإي خليه مفتح علاقات اجتماعية كون علاقات، الإس يخليه إذا يبغى يفهم شيء جديد لازم يستخدم أحد حاسه خمسة يشوفه ويلمسه لازم. في اتخاذ قراراته العاطفة تؤثر بشكل كبير لأنه فيلر فيلينج، وأيضا في تعامله مع العالم الخارجي والناس عنده خطط طويلة المدى يلتزم فيها صارم. الأشياء اللي عجبتني أنا في الـ MBTI إن تعطيك فكرة عن المهن اللي تصلح لك، عطنا شيء عنها. لو نكمل على المثال السابق الـ ESFJ، الـ E تخليه يكون علاقات اجتماعية جيدة وجيد في تكوين العلاقات، الـ F تخليه يشعر بألام الناس ومشاعرهم. من المهن المناسبة له أي مهنة فيها تعامل مع الناس ومساعدة لهم، أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، تمريض، تدريس، اهتمام بأطفال. طيب في شيء غير المهن نقدر نستفيد من الـ MBTI؟ معرفتك لنمطك راح بالتفصيل راح تعرفك إيش نقاط قوتك، كيف ممكن تستغلها وتستفيد منها، وإيش نقاط ضعفك وكيف ممكن تتغلب عليها. طيب بما أن دخلنا في الشخصيات، يعني تقدر توفق راسين بالحلال؟ مو هي في النهاية شخصيات ولا إيش رأيك؟ طبعا مو هذه الدرجة، لكن إذا أنت متقدم لامرأة وأحد متقدم لك وعرفت نمطه راح تستفيد كثير، هل صفاته مناسبة أو لا. تنويه، ترى أبو أنس مو خطابة توهقوننا مع العالم. طيب أبو أنس الآن ودنا نختم، فلو عندك مثلا نصيحة معينة للشباب والبنات. طبعا قبل أبدأ في النصيحة، الـ MBTI هي يعني أداة من مجموعة أدوات كثيرة لمعرفة الشخصيات، في MBTI وفي غيرها كثير. معرفة الشخصية راح تساعدك أنك تعرف شغفك، إذا عرفت شغفك حارب من أجل تحقيقه. اعرف نمطك وتوكل على الله. موفقين.